السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع، ومش موقع جديد، موقع ده قديم جدا شغال اديله فترة كبيرة، متهيألي من 2017، قبل 2017 كلام كمان. موقع يشبه موقع جولدن فريم. الموقع ده اشتغلنا عليه كتير جدا وسحبنا منه كتير قوي. الموقع فيه عامل عروض على الايداعات زي ما انتم شايفين، بيدي على 1025%، على 3050%، على 5100%، على 10200%. للايداعات تمام يا شباب. الموقع دي الاحصائية بتاعته زي ما انتم شايفين، احتياطي المشروع. نعمل فريش عشان بس اللغة العربية ملخبطة. دي المدفوعات وده احتياط المشروع، وده الجديد، ودي الناس اللي مشتركة في الموقع. طريقة التسجيل يا شباب، من هنا بتحط هنا الايميل بتاعك وبتعمل بتدوس هنا، بيوجهك لتكميل التسجيل، بتكمل التسجيل بعد كده. انا عشان مسجل اخش على طول، هاجي من هنا وهعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل زي ما انتم شايفين كده، هنترجم اللغة العربية. دي كل يعني هنا الاعدادات بتاعتك، هنا الملف الشخصي، هنا تسجيل الخروج. خلينا بقى نخش على الشراء. من هنا الموقع مسجل فيه من فترة كبيرة جدا وشغال عليه يعني من فترة كبيرة زي ما انتم شايفين كده. بتيجي من هنا بتشتري الطيور، والطيور دي بتجمع لك بيض. يعني الطار الاول دوت قيمته 100 من الفضة، بيديك 7 بيضات كل ساعة تمام، والتاني ب1000 من الفضة بيديك 70 بيضة كل ساعة، والتالت ب5000 وبيديك 370 بيضة كل ساعة، والرابع ب25000 وبيديك 1920 بيضة كل ساعة، والأخير ب10000 وبيديك 9650 كل ساعة. لو لاحظتوا كده هتلاقي انا عندي كمية طيور جامدة جدا، من ده 33 ومن ده 29 ومن ده 18 ومن ده 22 ومن الاخير 296. بتشتري الطائر، بتدوس على كده هيجيلك علامة كده اهو، تم الشراء حسب الرصيد اللي عندك. زي ما تشوفين الرصيد هنا بيقل اهو، خدت من ابو 1000 كمان اهو. دي طريقة الشغل عليه يا شباب. بعد كده بتيجي من هنا المتجر، بتيجي تجمع البيض بتاعك من هنا كده، بتجمع البيض اللي انت عملته، بيقول لي لازم يعدي 10 دقايق عشان تجمع، وبتيجي من هنا بتبيع البيض بتاعك، بيتضاف لك في رصيد الشراء والسحب. بعد كده في هنا الإحالات، عاملين مسابقة على الإحالات زي ما انتوا شايفين، دي مسابقة للأحالات. وهنا في مكافأة بتحصل عليها كل يوم، أنصحكم بالحصول على المكافأة دي كل يوم وتشتروا بيها من الطائر الأول. وبعد كده في البيوم، دي مكافأة، المكافأة هي يا شباب المكافأة بتاخدها كل 24 ساعة. المكافأة التالية متاحة في 23 ساعة و 26 دقيقة. يعني عندنا هنا مكافأة وهنا مكافأة، في مكافأتين في الموقع تمام يا شباب. بعد كده في هنا تبديل رصيد، تقدر تبدل من رصيد السحب لرصيد الشراء لو انت عايز تشتري طيور اكتر من غير ما تستثمر في الموقع، بس لازم تستثمر عشان السحب يبقى شغال معاك كويس يعني. وهنا رابط الإحالة بتاعك اهو. وبعد كده هنا زيادة الرصيد لو انت هتودع في الموقع، بتيجي من هنا يا شباب بتختار ده، هنا بنوك وهنا بنوك. يعني هنا بشتغل على بنك الباير، هتدوس هنا كده هيحولني على محفظة الباير على طول، اقدر اودع منها تمام. بعد كده طلب الدفع، تيجي من هنا
بتحط المبلغ زي ما انت شايف هنا ساحب 3 مرات من الموقع اهو. بتيجي هنا بتختار المحفظة اللي انت بتشتغل عليها لو كان يعني الباير، بتحط هنا رقم المحفظة وبتحط هنا المبلغ وبتعمل طلب سحب. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هنا المدفوعات يا شباب لو دوست عليها كده هتلاقي ناس لسه ساحبة النهاردة من الموقع اهو بتاريخ النهاردة، كل دي سحوبات بتاريخ النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.